يا جماعة بعد اذنكم الرجالة والشباب تركز في الفيديو. الوضع بقى صعب، احنا بنعدي بفترة صعبة محدش فاهمها. الوضع ملبش اليومين دول، ففي فيروس ضرب في البلد غريب مش فاهم فيه ايه. النسوان اتسعرت ومبقاش حد فاهم، مبقاش حد عارف يلمهم. كمية اخبار طالعة من اسبوع كده غريبة، وضعنا بقى صعب. بعد اذن نحط ايدينا في ايد بعض ونحاول نجابه الخطر اللي بيواجهنا في البلد عشان نعرف نكمل. احنا كرجالة بنطالب بتفعيل جمعيات حقوق الرجل تحفظ حقوقنا في المجتمع يا جماعة. وضعنا بقى صعب، النسوان بقت تفترسنا بطريقه غريبه اخر فتره دي يعني. وبعدين اي حد متنال متجوز، اوعى تزعل مراتك الفتره، نصيحه من اخوه، اوعى تزعلها. خلاص هم بقى يخلصوا بدري، ما تلومش الا نفسك. هم عرفوا طريقهم يعني، مشوار بتاع محكمه الاسره والقانون وما بقاش فيه الكلام ده. خلاص هم بقى يخلصوا بايديهم وعندهم جميع الاساليب والادوات المساعده فبيخلصوا. فبعد اذنكم يا جماعه مش فاهم هم قلبوا علينا ليه، انا مش عارف يعني. خلاص مش عايزيننا معاهم في البلد، عايزين يبرطعوا في البلد لوحدهم، يطلعوا يصيفوا لوحدهم ويحضروا حفلات روبي وهيصوا، واحنا مفيش خالص. وضعنا بقى صعب يعني، دول لو ماسكين اسير في حرب فيتنام والله العظيم ما هيعذبوه كده يعني. تعذيب وقتل وذبح وتقطيع، والدنيا زروطه خالص، قلبت معاهم زروطه خالص، افتراس بطريقه بشعه بصراحه. فالرجاله تخلي بالها من نفسها اليومين، ونتكاتف نحط ايدينا لحد ما نعدي المرحله الصعبه دي على خير وربنا يهديهم. وادي اول خبر معانا يا جماعه، عشان حست مجرد احساس، حست انه هيخونها يعني. في شك ان هو ممكن قامت مخلصه، ما سمتش، خلصت على الولا على طول، ما اديتوش حتى فرصه ان هو يلعب بديله. هو ايه ده يا جماعه؟ مش فاهم يعني. المراه المصريه العظيم بقى عندها سناسر، بقى عندها احاسيس وسناسر، وبتوصل للشيطان قبل ما يوسوس. فهي بتبقى عارفه، بتامن نفسها اللي هو انت ممكن تخوني، طب اهو او مخلصها عليك، خلص عليك عشان لو فكرت تخوني بعد ما خلص عليك يبقى انا خلصت عليك. في يا جماعه، في يا جماعه احنا مالناش اهل يسالوا علينا ولا ايه؟ في ايه؟ ما تريصوا شويه، تريصوا يعني، استنى الواقعه تحصل والفعل يبقى في رد فعل ساعتها. وادي تاني خبر يا جماعه، بقول لك خلصت عليه اثناء وصله عتاب وفي المطبخ يعني. يا ريت الانتريه مثلا ولا في الجنينه، لا ده في المطبخ يعني. الراجل مننا يا عيني يبقى صاحي الصبح ضارب الكلسون وداخل يعمل كوبايه شاي بلبن يفطر ويدفع في المطبخ، تقوم نقطع عليه برميل النكد وقرطاس العكننه مع وتقوم ظرفاه بسك، جايبه اجله هو كوبايه الشاي. لا اله الا الله، في ايه يا جماعه؟ بقول لك احترس من النساء في المواصلات. ست عضت راجل في المترو يعني، حتى المواصلات ما سلمناش منهم فيها. طب نروح فين؟ شقق بنتبهدل، المواصلات بنتعض، هنروح نمشي فين طيب؟ نعمل ايه؟ مش فاهم. الواحد مننا يبقى صاحي الصبح متكل على الله، نازل راكب المترو مستني محطه سعد زغلول، نازل يقضي مصلحه، هوبا يقوم مقضوض من المصلحه نفسها، هبشته، تقوم هبشك على طول، وانت انت مش فاهم في ايه، بس هتتهبش. من امتى يا جماعه؟ من امتى واحنا بنهبش في مصالح بعض وبنعمل في بعض كده وبنعضعض؟ لا كده مش هينفع بقى، ده كده شغل كلاب بلدي بقى، هنقعد نعضعض ونخربش في بعض، ده كده قاعدين في حظيره. في يا جماعه مش كده يعني. يعني صدقت الحكومه لما عملت لهم عربيات خاصه بالنساء، ولا هم كانوا عارفين؟ كان عندهم نظره مبعديه، هم زنقوهم في عربيات لوحدهم. يا جماعه حدش يحتك بيهم، بعد اذنكم سيبوا لهم عربياتهم ونركب في عربياتنا. حد يفهمني ايه الخبر اللي محطوط ده؟ بامانه ربنا مش فاهم، بحاول استوعب الخبر مش فاهم. يعني هي وصلت للكهرباء خلاص، بقيتوا تكهربونا، بقينا نتكهرب واحنا قاعدين في بيوتنا ولا ايه يا جماعه؟ جرايه بيت يا مصفوفة الرقبه اللي تنشكف مع عميك انت، في ايه؟ دايت بيك الدنيا كل نشنتي خلاص؟ كهربيه في اي حته، خش على رجله وعلى ايده وشيليه، قاعديه 3-4 شهور يتعلم الادب، لكن ليه كده؟ قتلت مين؟ جوزك؟ خيانه ولا عمل ايه؟ لا هي قضيه قتل عاديه جدا، اختلافات بس يعني زوجيه مش اكتر من كده. قضيه قتل عاديه يا جماعه، في ايه؟ يعني مكبرين الموضوع ليه يا جماعه؟ خلافات بسيطه اللي بتحصل كل يوم في اي قامت مخلصه. الست واضحه وصريحه، ما بتكدبش ولا بتتبلى، اللي هو انا اقتل اتبلى على الراجل. لا هو كان بيتخانق معاكي كتير؟ ساعات. وبعدين انت بقى ما استحملتيش، ده هتنرفزني ليه بقى؟ ما هو انا لو ما اتنرفزتش انا عليك ان هو يتنرفز عليا. يعني ما قالتش كان عارفني خناقات صبح وليل مثلا، الراجل كان عارفني في عيشتي ونكد وقرف. لا يعني هي بتقول ساعات، يعني ابلس بتقول لك ساعات احيانا، الطبيعي يا جماعه اللي بيحصل في اي حته. لا حول ولا قوه الا بالله، والله العظيم احنا اغلى من حيوان الباندا. خبطت على راسه خلاص. ايه؟ خشب. ومات في ساعتها؟ اه مات. انت كان قصدك تقتلني مش كده يا ولد؟ اه كان قصدي ان اقتله. خلصها عليه بالخشب، يعني يا البلد بقى السكاكين بقى والجو القديم ده وزروطه ودم وتقطيع وبتاع، وانتوا عارفين كمان ان بقعه الدم ما بتطلعش في الغسيل اليومين دول، لا فخلصها بالخشب على طول. يعني هي عايزه تريح دماغها. في يا جماعه؟ بعد اذنكم يا جماعه يعني مش قد الجواز، ما نتنايلش نتجوز بامانه ربنا. بعد اذنكم حالات طلاق غريبه وخناقات وقتل وعذاب والدنيا باظت وفرطت مننا، فنتريث شويه يعني. مش قد المسؤوليه ومش قد الجواز، ما نتنايلش نتجوز، خلينا قاعدين في بيوتنا يا جماعه. والله ما فيش تفاهم ما نتجوزش. هتيجي تقول ايه بقيت بحب وحب 7 سنين ودباديب وقرف على ده؟ اقول لك ولعي، لا تولعي يا رب انت والدباديب. تريثوا يا جماعه بعد اذنكم، مش قد المسؤوليه ما نخشهاش،
ما ناخدش الخطوه، مش قد الجواز ما نتنيلش، عشان نهايتنا هتبقى مأساوية. والرجاله تخلي بالها من بعضها اليومين دول، نحط ايدينا في ايد بعض، وجت ناس تانيه تاخدنا كلنا.